افتتحت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة النسخة 33 من معرض الخريف في مركز البحرين العالمي للمعارض بالصخير، ويستمر حتى 30 من ديسمبر الجاري. وجالت سعادتها بمعية الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض على الشركات العارضة التي تقدم عددا كبيرا من المعروضات ذات الصلة بالمواد الغذائية والمنسوجات والألبسة والعطور ومواد التجميل وغيرها الكثير. عبرت وزيرة السياحة عن سعادتها بعودة معرض الخريف بهذا الزخم الكبير وبما يبشر بتعافي قطاع صناعة المعارض في مملكة البحرين بشكل ملحوظ وبوتيرة متسارعة، منوهة بالجهود التي يبذلها القائمون على المعرض على صعيد حسن التنظيم واستقطاب عارضين من عدد كبير من الدول وتحقيق تطلعات ورغبات الزوار والمتسوقين. ولفتت الصيرفي إلى دور مثل هذه الفعاليات الكبرى في الجذب السياحي وإثراء تجربة زوار البحرين. معرض الخريف حدث سنوي يقدم بضائع متنوعة من مختلف دول العالم، حجز له قاعدة جماهيرية في البحرين تحرص على المشاركة في هذا المعرض في كل موسم، حتى باتت بعض منتجاته عنصراً أساسياً من عناصر معرض الخريف، خصوصاً وإن هذه المنتجات التي يطرحها التجار المشاركون تعد مطلباً أساسياً لرواد المعرض. متواجدين في معرض الخريف ويقام لأول مرة في مركز البحرين العالمي للمعارض. يضم معرض الخريف هذا العام 14 دولة وأيضا يضم 650 عارض. طبعا توقعاتنا أن عدد الزوار راح يكون أكثر في النسخ السابقة، والجدير بالذكر أن معرض الخريف هو إحنا حاليا في النسخة 33 من معرض الخريف، ومترقبين إن شاء الله راح يكون عدد زوار كثير من البحرين ومن دول مجلس التعاون كذلك. أكثر من 20 سنة وإحنا نشارك بالمعرض، وهي شرف لنا أن إحنا نشارك في المعرض، لأن المعرض صار له صيت كبير وصار له صدى لدرجة أن في زوار كثير حتى من دول مجلس التعاون يحضرونه ويحسبون الحساب، وأهل البحرين بعد يحسبون حق المعرض هذه، لأنه صار من نوع مثل ما تقولين برنامج حلو للناس وحلو للتجار أن يشاركون، وفيش تجار من خارج البحرين في بضائع متنوعة. هذا المعرض وضع نفسه على خارطة المعارض في البحرين منذ سنوات طويلة، فينتظره رواده من البحرين وخارجها لما يتفرد به من منتجات متميزة ذات جودة عالية من العسل والتوابل والمكسرات، بالإضافة إلى الملابس والعطور والتحف والهدايا وغيرها من المعروضات المتنوعة التي تحاكي جميع الأذواق. معرض الخريف البحرين بالنسبة لنا يعتبر من أشرس وأقوى المنافسات اللي موجودة في الخليج. هذا المعرض جدا مهم، نحرص احنا تقريبا قبل 4-5 شهور تحضيرات فقط لهذا المعرض. لنا 9 سنوات في هذا المعرض، احنا في المعرض الخريف الوحيد اللي ما نستغني عنه، دائما تواصلنا مع الزبون الحمد لله، ودائما نبهرهم بالمنتجات الجديدة والمنتجات وأسعار جدا مناسبة، خاصة فقط في المعرض. والحمد لله معرض الخريف من المعارض القوية في البحرين. سمحت لي الفرصة أن أكون ضمن المشاريع المشاركة في معرض الخريف، ذلك بفضل الله وفضل دعم صادرات البحرين حق تواجدي ومكوثي في هالفترة اللي بتكون 9 أيام. نحن بنختار أحدث الموديلات وأجمل الموديلات، لأن ما شاء الله هنا بالنسبة للبحرين يعني ما شاء الله ذوقهم عالي، وفي نفس الوقت بيختاروا يعني بيعرفوا ينقوا الحاجة الكويسة. مشاركات محلية وخارجية تقدم على مدار 9 أيام أهم المنتجات التي تشتهر بها البلدان المشاركة، تجتمع في مركز البحرين العالمي للمعارض لتقدم لزوار المعرض أجود وأفضل أنواع البضائع. معرض الخريف في موسمه 33 ينطلق من مركز البحرين العالمي للمعارض ليقدم بضائع عالمية تلبي طموح رواده، خصوصاً وإنه بات وجهة للعارضين من مختلف دول العالم ليطرحوا في البحرين أجود وأفضل منتجاتهم والتي ينتظرها محبو التسوق عاماً بعد عام. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.